عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. اليوم عاد وجهتنا راح تكون لسلطنة عمان، وراح ناخذكم لعدة مواقع أهمها عين الكسفة إن شاء الله، وراح تكون إقامتنا في صحار، وبنروح ولاية السويق، وبنسير كذلك بركة. يعني بناخذكم جولة جميلة في سلطنة عمان، وإن شاء الله نقول توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الدرب حصلت ينباع غيظ بالطريق ونبات، لكن هذا انتاج عمان سكري ما شاء الله، تو عليهم العمانيين ما شاء الله، سكري سكري عليكم بالغيظ يا عرب، تلاحقوا الغيظ. شوفوا حجم الحبيبات كيف صغيرة، ترى كل ما كانت بهذا الحجم صغير كل ما كانت لذيذة وسكرية وطيبة، تكون نفس طعم الحليب بالضبط. فدائما حاولوا يوم تشتروا الغيظ صغار، يكون صغار. عاد وصلت ولاية بركة من أمام مصنع بركة للحلوى العمانية، أحد أفضل الحلوى المعروفة في عمان. عاد حاليا يصلوا الجمعة، إن شاء الله من نخلص الصلاة وناخذ حلوى. عاد الحين نسجل دخولنا مصنع بركة للحلوى العمانية، براويكم الحلوى من داخل إن شاء الله. عاد هذه حلوى بركة اللي مشهورين فيها، الحلوى السوداء والحلوى الصفراء. شوف شكلها من الآخر. بعد إن شاء الله ناخذ حلوة. واللي يصير عمان لا يفوتكم هاللبن، لبن الخمايل وبنكهة السنوت، ترى في زعتر وفي ساد وفي سنوت، جربوا اللي بالسنوت، شيء عالمي شيء خطير، موجود بكل مكان بكل المحطات بكل المحلات. الحين وصلنا لولاية الرستاق، طبعا باتجاه عين الكسفة، أحد المعالم السياحية في سلطنة عمان. وطبعا عين الكسفة معروفة عبارة عن عين طبيعية مياه كبريتية تتعدى درجة حرارتها 45. وصلنا بالسلامة لعين كسفة، نعرفكم أكثر على عين كسفة. ترى للعلم يا جماعة الخير، عين كسفة أحد المعالم الطبيعية والسياحية في سلطنة عمان، وبالتحديد في ولاية الرستاق، وتعتبر مسار سياحي. نقول بسم الله. هذه عين الكسفة، عين طبيعية كبريتية درجة حرارتها فوق 45. الماء يطالع من جوف الأرض، شايفين المنظر داخل، سبحان الله، شايفين الألوان. طبعا في أماكن مخصصة للسباحة اللي حاب يتسبح، في حمامات للنساء عددها 10 وللرجال أتوقع 12. ما شاء الله تبارك الرحمن. عين الكسفة في ولاية الرستاق. مثل ما تعرفوا أن المياه الكبريتية والمياه الساخنة تستخدم لأغراض علاجية مثل علاج الروماتيزم، آلام الظهر، المفاصل، تراها مفيدة جدا لهذه الأمراض. شوفوا معي هذا العين وهذه القناة اللي توصل المياه للحمامات، ومن بعدها تروح للمزارع. هذا الماء عقب ما يستحموا في الناس تروح للمزارع وتسقي المزارع اللي موجودة في ولاية الرستاق. سبحان الله، هذا العين نفس العين اللي كانت موجودة عندنا في منطقة حبحب التابعة لإمارة الفجيرة، لو تتذكروا عين حبحب وعين العامرية تقريبا نفس هذا العيون، العين الحارة المياه الكبريت اللي كانوا يعتمدوا فيها على ري المزارع. لكن اللي عندنا سبحان الله بسبب التغيرات المناخية جفت العيون اللي هناك، لكن هذه سبحان الله حية وما شاء الله شايفة خيرها، مغذي كل المناطق، المزارع، الناس. عين الكسفة عاد ما شاء الله المكان مكتظ بالناس، سبحان الله. يعني مثل ما ذكرت لكم انه مزار سياحي، مكان سياحي معروف عندهم في السلطنة. هذه قلعة بعد قديمة. هذا جانب مخصص لشرب الماء، بسم الله، ترى الماء صالح للشرب. هذا المكان مخصص لتعبئة الماء، هذا المكان مخصص لتعبئة ماء الشرب، يعني هذا الماء صالح للشرب اللي طالع من الأرض مباشرة، اللي حاب يشرب الماء يعبيه من هنا، عقب عادي يروح للحمامات. فشايفين هذا مكان الشرب، يعني بإمكانكم تشربوا حتى هذا الماء اللي طالع من جوف الأرض، الماء الحار. على فكرة الحرارة حاسة بالحرارة. معاي الماء من هناك، هذيك العين طالع من هناك، شوفوها من العين اللي بيعبي يعبي من هنا، من هنا ساير الحمامات، يوزع الحمامات الحريم وحمامات الريايل. هذه القلعة
اللي في واجهة عين كسفة. طبعا شوفوا الماي عبر هالقنوات يروح للمزارع، مزارع ذاك الصوب شايفينه هناك، ما شاء الله. هذا حصن ولا قلعة؟ ما شاء الله. هذا يسموه برج عين الكسفة، هذا عبارة عن برج، فهم يسموه برج عين الكسفة. الحين اتأكدت من المعلومة من أهل البلاد فقالوا لي هذا اسمه برج عين الكسفة. عاد اللي شفتوه هذا كله امتداد برج عين الكسفة. طبعا للعلم يا جماعة الخير ان في بعض الجاليات الآسيوية عندها طقوس، يوم يشوفوا نفسها العيون عندهم معتقدات في دينهم ان هذا مكان مبارك، لكن هذا طبعا ما له صحة من الواقع. فبعض الجاليات يعني نتذكر في عين الغمور من سنين كانوا يسووا طقوس على اساس ان هذه مياه مباركة، هم بالنسبة لهم اي ماي طالع من الارض ماي مبارك يروح يتباركوا فيه. الحمد لله على نعمة الاسلام ونعمة العقل اللي سبحان الله خلتنا نميز بين الحق وبين الباطل وبين الصح وبين الغلط. فهذه اجواءنا الجميلة في عين كسف. امتداد القناة، شايفين المزارع؟ شغل مرتب صراحة، الجاليات ما شاء الله من كل مكان. هذه الحمامات والأماكن المخصصة للنساء، كل وحدة لها خصوصيته، وتدخل وتتسبح وتلعب وتحط ريولاتها بالماي. هذا هو طبعا ما في حد، أساس أنا صورت لكم المكان. للأمانة الماي حار نار، أحس ريولاتي قاعدة تنطبخ، قاعدة تنطبخ. هلا هلا بأمهاتكم وشبابكم اللي عندهم روماتيزم، آلام بالمفاصل، يبوهم بهالأماكن اللي فيها مياه كبريتية حارة، هلا هلا فيهم. هذا الرسالة حق الحريم، يا حريم ترى هذا المكان مخصص فقط للحريم، يعني ما في عنصر رجالي أبدا، تقدروا تاخذوا راحتكم، وفي خصوصية تامة للعنصر النسائي. فيعني أنا معبرة عن شعوري ومتشلحة ويالسة من كثر ما الماي حار، أنا عرقت والله إني أحس إني قاعدة أنطبخ. يعني اللي عنده تجلط في الشرايين، عنده مشاكل في الشرايين، أتوقع بفتك أم الشرايين. حار، أنا بس حاطة ريولي كما بالكم اللي قاعدين يتسبحوا في حريم، الله يحفظهم قاعدين يتسبحوا. أنا ريولي وهذا حالي. والحين نسجل دخولنا فندق مرفيور صحار. عاد هذا بصحار، رجعنا لصحار، وطبعا هنا راح تكون اقامتنا في هذا الفندق مرفيور صحار. هذا الفندق من داخل، هذا اللوبي، عاد انا دخلت وشغلوا الاضاءة، شفتوا كيف يدلعوني بعد. الله يرحمه ويغمد روحه الجنة يا رب. يعطيك العافية أخوي سليمان. طبعا منور دارك. نور نورك أنت، اللي نورتونا وشرفتونا بالمركيور، يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك. حس أنا فكرة سريعة عن هذا الفندق، على فكرة أنا بعدني ما دخلت، لكن ما شاء الله الفندق أحس أنه راقي. والله ذوقك الراقي، وفعلا إذا أنت شفت المكان راقي معناتك أنت ما شاء الله تملكين هذا الرقة، هذا الذوق الراقي. ففعلا اول شيء انت شرفتينا وفاجاتينا بهذه الزياره، بارك الله فيك، الله يعزمك دارك. مرفيور هو اساسا ضمن سلسله فرنسيه معروفه اللي هي الاكور، هذا الاكور عنده تقريبا عده فنادق مختلفه، من ضمنها البول مان، السوفيتيل، الامجلري، المركيور، الايبس، النوفيتيل، هذا كلها براندات داخل هذه السلسله. ما شاء الله. المركيور هذا اول مره حاله مني في عمان، الحين صار من 3 سنوات، فندق جميل جدا جدا، يخلط عامل مزيج يعني ما بين الزوار اللي هم يجون لزيارات العمليه والزوار اللي يجون لزيارات العائليه. فموقع الجميل على الشارع الرئيسي ما بين البحر وما بين الجبل، فمنطقة وسطية ما شاء الله.
ففعلا نتشرف كثير بزيارة أي زوار يجون الصحار بشكل خاص وعمان بشكل عام. والفندق هنا في المركور يتشرف باحتضان أي من نوع من الزوار، أي كان عوائل على مثل ما نقولين زيارة شخصية، زيارة عائلية، زيارة عملية. فالمركور دائما ضيافتهم هي ضيافة معروفة وضيافة اللي هي تحاول تلامس إحساس الضيف نفسه على أساس إنه يرتاح راحة يحس فيها إنه كان في بيتهم. العم ترى هذا مش مجرد كلام على فكرة، أنتوا خذوا بس نظر. أنا الحين بأخذكم الغرف على فكرة، فندق جديد ترى، جديد وكل شيء راقي وألوان حلوة صراحة. فأنا حتى لو تشوفين بعض الرسم بتحسني رسومات مختلفة في أروقة الفندق، فهذا الرسومات تعبر أساسا عن قصة حقيقية. يقولون في يعني في 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 تناقض نوعا ما عن قصص السندباد اللي سمعت فيها، يقولون السندباد قصص خيالية، ولكن نحن صحار بشكل خاص سميت بأرض السندباد، لاند اوف سندباد. سبحان على اساسك يمكن انا احب صحار وايد، انا احب صحار وايد. فيقولون القصه الرئيسيه اللي سويت على اساس ان السندباد بدا رحله اساسا من بغداد، وهذه كانت الى شرق افريقيا والى افريقيا بشكل عام. وتعرفوا يعني الوصول الى افريقيا لازم تمر على بحر العرب وخليج عمان وذي، وانت رايح الخليج العربي. فصارت لوحده من المواقف وقفني في صحار، صار عند هذه القصة فسموا هذا المنطقة باسم أرض السندباد وصحار. على فكرة معلومة جديدة أول مرة أسمع فيها. شوفين حتى هذا هذا الرسمة. إيه شفتي؟ هذا ترسم على أساس أن هذا هو السندباد ورحلته ومغامراته. يا سلام، على فكرة معلومة جديدة، وأتوقع المتابعين بعد أول مرة تمر عليهم هذا المعلومة. ان المركور نفس الشيء لما يروح اي مكان في العالم دائما يحاول ياخذ شيء لمسه من المدينه، من المكان، قصه من المكان. بتحصلين هذه الرسومات موجوده، وهذا الرسم على اساس سندباد يوم وقف في صحار. حصلين قلعه صحار حتى في الغرف. يا سلام، والرسومات المختلفه كصور قديمه. مع اننا دخلت ولاحظت لكن ما ركزت الا الحين يوم انت خبرتني، فيعطيك العافيه. هذه واحده من القصص اللي موجوده الحين بعد في صحار ويتكلم فيها الشرف. يعني بصراحة استضافتك هنا معنا. الله يعز مقدارك يا رب العالمين. بالعكس احنا نحب نسوي المفاجآت عسبت ما نكلف على حد، لأننا احنا عارفين كرمكم وضيافتكم، فعساس كذا نيجي فجأة ونطلع فجأة. والله هذا كرم إحساسك الطويل في عمرك وانت بين أهلك ومكانك. الله يعز مقداركم. بس مرة أخرى، مرة أخرى، ليش تسمى صحار؟ أرض السندباد. أرض السندباد، هو السندباد اللي سماها ولا؟ لا، ليش؟ إن السندباد وقف معنا هني فقعد لحظة حلوة وعاش هذه اللحظة الحلوة في صحار، عشان كذا سموا صحار أرض السندباد. أنا أتوقع إن السندباد يصير من أهلي، يصير من عائلتي، على أساس كذا أنا بعد أحب صحار ولي مواقف جميلة في صحار. فعلاً أي واحد يزور المنطقة هني فعلاً يعني حتى حق الناس اللي يحبون المغامرات يحبون فيه يعني مثلاً الزيارات، هذه صحار ما شاء الله عليها يعني منطقة غنية جميلة وهادية. ومثل ما قلت لك يعني ما بين جبل وما بين بحر، بحر. منطقة سهل، منطقة يعني تحتضن يعني اللي جاي من المناطق الجبلية واللي جاي من البحر. يعطيك العافية. في المكان اللي تقعدون فيه في صحار تحسون فيه بلمسة غير 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 طبيعية، لمسة خاصة جدا جدا، لأنها فعلا ترسم وتبقي بذاكرة جميلة في هذه الزيارة. هذا الحين بين أروقة الفندق ندور على غرفتنا، لكن ما شاء الله لمسات طيبة مثل ما ذكر أخونا سليمان. يا سلام.